هل تقرر سلا عاصمة المجتمع المدني؟ نعم. هذه المبادرة ديال اختيار بعض المدن كعواصم للمجتمع المدني كتعمل واحد المنظمة إسكو على ما أعتقد الاسم ديالها، عندها شراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان. السنة الماضية كنا في تطوان، هذه السنة غادي نكون إن شاء الله في سلا. هما اللي كينظموا، لكن الوزارة تواكبهم عبر يعني في المجال ديال المواكبة، سواء المواكبة المادية اللي ماشي كبيرة بزاف، ولكن أيضا على مستوى المواكبة ديال الأنشطة وديال مختلف يعني الفقرات اللي كيعرفها هذا التنظيم. لذلك اليوم كاينه جمعية جديدة هي جمعية أبي رقرق اللي غتكلف، وحنا معاهم على اتصال مباشر باش هذا الحدث هذا يعني يعرف واحد النجاح متميز وكبير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.